السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء جروب صيدلية هلال قناة معلومة طبية، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة ياريت الناس تقدر الضغط والتعب اللي احنا محطوطين تحتيه بخصوص المسابقة، بخصوص موضوعات الصيدلية الطبية، بخصوص قناة اليوتيوب، بخصوص جروب صيدلية الهلال. حاجات كتيرة احنا علينا ضغط. يعني تحياتي ليكم في الأول، وتحياتي لكل الناس اللي كانت مشاركة في المسابقة. الناس طبعا يعني جات لنا رسائل كتير، انتوا شلتوا ليه الاعضاء اللي هي اقل من 100؟ احنا اديناهم فرصه يومين 100 صوت، وفي متسابق يعني وصل ل 400، متسابق وصل ل 500. فاحنا مش هنقدر يعني نخليك تكمل ونشتت الناس حوالين المسابقه. كمان اللي احزنني اكتر ان الناس اللي بعتلي على الخاص وتقول لي احنا بنعمل المسابقه دي بنظبطها عشان خاطر الناس تكسب. اولا الناس اللي بعتت كسبت معانا قبل كده، يعني انا مش عارف هي بتنقد نفسها، انا مش هقول اسم طبعا لان انا طبعا بحترم كل الاعضاء اللي معايا في الجروب، فلازم الاعضاء يبقى فيه تفاهم، فيه تعاون، يعرفوا ان احنا بشر وعلينا مجهود كبير، علي انا شخصيا مجهود كبير بخصوص المسابقه ديت، بخصوص الشاشه. انا شخصي مش مجبر ان انا اعمل لكم مسابقات، انا بحاول افرحكم. فما يجيش انتوا بقى بعد ما افرحكم تردوا الجميل دوت بانتقاد شديد اللهجة وتردوا على نفسكم في الانتقاد دوت. يعني الاستاذة اللي بعتالي تقول لي انتوا بتعملوا مسابقة دي وبتكسبوا الناس اللي انتوا عارفينها، انت كنت كسبانة معانا ومستعدة انزل لك الصورة بتاعت حضرتك وانت كسبانة معانا في مسابقة قبل كده واحنا ما نعرفش حضرتك، وكمان حضرتك بعد ما كسبت المسابقة مفيش دخول اصلا الجروب، ولا كنت بتعلقي ولا كنت متابعة معانا الاحداث. فياريت قبل ما تتهموا حد بالباطن تتحروا كويس الكلام اللي انتوا بتقولوه. انتوا مش صغيرين، انتوا اعضاء كبار واعضاء محترمين، وانا بكن ليكم كل احترام وتقدير. الناس تخلي بالها شويه من كلامها، الكلام دوت كل كلمه بتقولها المفروض ان انت كبير وتتسال عنه. استاذ ايمن زهران، مامه فارس، الصديقين دول من اكبر الاعضاء معانا في الجروب، هم عاملين شعبيه كويسه في الجروب. ما تجيش انت دخلتي مسابقه اسبوع وبعد كده ما حدش سمع عنك خبر، وتيجي بعد 3 شهور ولا 4 شهور عاملين مسابقه تقول احنا مظبطين مسابقه للاثنين دول. فبلاش كلام انتوا مش عارفين انتوا بتقولوا ايه. تحياتي ليكم. احنا خرجنا بره الموضوع الرئيسي. الفيديو ده معمول مخصوص ل يعني دواء معين احنا هنتكلم عليه، زي ما اتكلمنا على بعض الشركات قبل كده. الدواء ده مميز جدا، الناس اللي بتسال في الموجه الثالثه بنحتار ندي اطفالنا ايه للمناعه. معاكم دكتور ايمان، هتكلمكم على المنتج اللي احنا هنتكلم عليه النهارده في الفيديو، وهتابع معاكم بعد الكلام على المنتج في حوار المسابقه اللي احنا مقدمينه لغايه دلوقتي. اتفضلي يا دكتور ايمان. انا حابه اكلمكم النهارده عن دواء مستر بير. هو في كل الفيتامينز اللي الطفل محتاجها. احنا بنتكلم ان احنا دلوقتي في ويف جديده، وبنتكلم ان الاعداد كلها عماله تزيد، الامهات اوريدي متخوفه اذا كان الطفل بينزل مدرسه بيختلط بزمايله او كده، محتاجه حاجه للمناعه ليه. هو فيه فيتامين اي وبي كومبلكس وسي ودي واي، تقريبا كل اللي عدى اصلا اوريدي على الموجه الاولى او الثانيه كان شايف ان الدكاتره اوريدي بيهتموا جدا بفيتامين سي ودي مخصوص عشان المناعه للاطفال. واحنا موفرين كمان فيه العسل والليمون طبيعي، بحيث ان الطفل يبقى مستفيد بكل حاجه تقريبا للمناعه فيه. احنا كنا بنتكلم الاول على وزاره الصحه عماله بتتكلم ان هو لازم الطفل ياخد معلقه عسل وليمون الصبح على غيار الريق، فاحنا موفرين الاثنين يعتبر في الدواء مره واحده، وكمان معاه الكالسيوم للاطفال اللي هي عندها مشاكل مع العظم او المجهود او كده. انت حضرتك كلمتيهم على المنتج؟ انا هو في الفيتامينز والكالسيوم، وقلنا اللي هو ده مهم يعني جدا في حاجتين، المناعه وفاتح شهيه برضو. احنا ملاحظين اللي هو في فيتامين بي، فكلميهم على برضو على اللي هو برضو فاتح شهيه الاطفال. في يعني امهات كتير بتسالنا احنا عايزين ندي حاجه امنه للاطفال فاتح شهيه. تمام. احنا موفرين في فيتامين بي كومبلكس، ده بيساعد ان الطفل الاكل بتاعه يتهضم بسرعه، فبالتالي ان هو بيبدا يجوع معاكي. بجانب طبعا احنا موفرين فيه الفيتامينات، فبالتالي هو امن ما فيهوش اي مشكله، هو امن معاكم من سن سنه فما فيهوش اي مشكله، وطعمه كويس جدا. انت مش هتبقي محتاره او متخوفه ان هو الولد هيبقى فيه مشكله في طعمه او ان هو هيرفضه معاكي او كده،
مفيش اي مشكله في الموضوع ده، واتمنى انكم تجربوه بقى وتقولوا ايه الاخبار دكتور حسام. طب الدوز قلت لهم الدكتوره الدوز بتاعته لسه نتكلم برده على الدوز. تمام، هو من سن سنه معلقه في الجرعه اليوم 10 مللي في اليوم، ممكن يتاخدوا كلهم مره واحده بس الصبح، او ممكن تدي 5 مللي الصبح و5 مللي بالليل. تمام. الاطفال ممكن يستخدموه برده في حالات البرد ولا هو اوريدي هو حاجه يعني للمناعه؟ تمام تمام، بجانب يعني لو حد الموجه الثالثه بقى واطفال كتيره بالجنه بتحس باعراض رشح واعراض برد، ممكن ندعم العلاج دوت في الحالات دي؟ طبعا، اولا عشان المناعه، ثانيا ان هو بيقلل اعراض الكحه للاطفال، عشان طبعا العسل والليمون اللي فيه طبيعي. تمام، فبالتالي ان احنا ممكن نبدا نستخدمه كمان لحالات البرد. عايز تسال على حاجه ثانيه يا دكتور؟ السعر مثلا، يعني سعر ممكن نقوله برده للناس عشان خاطر برده يبقوا عارفين هم لما يجوا يشتروا الدواء عارفين سعره. انا الاول عايز اتكلم ان هو في منه كذا طعم. هو في منه العسل والليمون، في منه المانجا. تمام، وفي منه كمان فورم حديد للاطفال اللي عندها انيميا. تمام تمام، دول بطعمين، الشوكولاته والبرتقال. هو في منه حجمين 200 مللي ب 60 جنيه، وفي منه 400 مللي ب 120 جنيه. تمام، ده قاعد مع الام لمده شهر ونص، كمان لو ام عندها كذا طفل هيبقى موفر لها، مش هتضطر ان هي تجيب دواء كل شويه. تمام، حابب تسال على ايه تاني؟ احنا عايزين نكلم الناس، يعني احنا كنا عاملين مسابقه النهارده في جروب صيدليه الهلال على شاشه. فطبعا بعض الناس بتشتكي بتقول انا كنت داخله المسابقه وانتم مظبطين الاسامي على الناس. طبعا دي حاجه يعني الناس اللي بتقول دي ناس كذبت معانا قبل كده، فاحنا كنا حابين نوضح الصوره للناس ان المسابقات اللي احنا بنعملها احنا مش مجبرين اللي احنا نعمل لكم المسابقات ديت، ولا احنا عايزين نهادي حد. انا معايا في الجروب اخواتي، معايا احبابي، معايا اولادي، معايا ناس يعني خالي، معايا بنت اختي، معايا اخواتي، معايا اولادهم، مفيش ولا واحد من دول دخل المسابقه. اختي بس اللي كانت داخله المسابقه وشلتها من التصويت عشان التصويت بتاعها كان قليل زي الناس اللي انا شلتهم بالظبط. فانا الامانه عندي الناس كلها عارفاها، دي حاجه. تاني حاجه، الناس اللي بتقول اللي انتوا بتختاروا ناس معينه، احنا كنا عاملين حوالي اكتر من 20 مجموعه وانتوا اللي بتختاروا الناس، يبقى احنا ازاي بنختار؟ يعني الناس اللي بتتكلم كلام يا ريت تبقى مسؤوله عنه وتكون عارفه هي بتقول ايه، ما تقولوش كلام كده وخلاص. المسابقات مستمره، المسابقه مستمره النهارده. طبعا نتيجه بقى اللخبطه اللي حصلت برده في كل مسابقه بتحصل لنا، احنا عايزين امانه معانا في المسابقات النهارده الساعه 10 في البث المباشر بتاع بالليل. احنا هنعمل قرعه بين استاذ ايمن ومامه فارس، احنا هنلغي التصويت خلاص منعا للناس اللي داخله لسه في جروب، الناس اللي لسه عامله ايميلات، الناس اللي لسه داخله وعامله اسماء جديده. احنا هنعمل قرعه بين الاثنين دول. استاذ ايمن زهران، انتوا كلكم شفتوه في الجروب، شخصيه محبوبه بتقدم خدمات لجروب صيدليه الهلال ودعم، فالراجل محبوب فالناس اختارته. مفيش حاجه اسمها احنا دعمناه، لا، الناس اللي مختاره استاذ ايمن زهران. نفس الحكايه محمد فارس، لسه داخله الجروب، عمل الجو كويس مع اعضاء الجروب فالناس اختارتها. فانت ما تلومش جروب صيدليه الهلال ولا دكتور حسام، انت ممكن تلوم اصدقائك فقط لا غير. اصدقائك هم اللي ما اختاركش، يعني حتى اصدقائك الشخصيه على صفحتك ما اختاروش سيادتك او سيادتك، عشان كده تيجي تقول لنا انتوا بتظبطوا المسابقه للناس اللي انتوا عارفينها. لا، ما تلومناش احنا، لوم اصدقائك انت، انت معاملتك مع اصدقائك ما خليش اصدقائك تختارك، فما ترميش العجز بتاعك علينا. احنا الحمد لله مكملين معاكم في كل حاجه، مسابقات، معلومات طبيه، تكافل اجتماعي. الناس نسيت الناس بتاعت البحيره اللي احنا اتكلمنا عنهم امبارح، ناس بسيطه قوي اللي جت ودفعت لينا مساعدات ليهم. احنا مستمرين في دعم الناس، اهلنا في البحيره، يا ريت الناس تسارع وتدفع ليهم اي حاجه. احنا اتفقنا امبارح لو هتدفعوا 5 جنيه دي حاجه كويسه. احنا في انتظاركم وفي انتظار الدعم، وان شاء الله باذن الله نفرح الناس دي ونروح لهم بكره. معاكم دكتور حسام، معاكم دكتوره ايمان، تحياتي ليكم وتحياتي لكل اعضاء الجروب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.